تنضم لنا من القمشلي عبر الهاتف مراسلة أخبار أنوراك شيخر. هناك من خلال اتصالاتك مع القادة الميدانيين على الأرض، ماذا يجري بالتحديد؟ قوات سوريا الديمقراطية، لدينا أخبار تتحدث عن سيطرة هذه القوات لأربع قرى جديدة في غرب دير الزور تحديدا، وأن هناك مواجهات ما بين قوات سوريا الديمقراطية وداعش، لو تضعينا في الصورة. نعم خديجة، حملة عاصفة الجزيرة ما زالت مستمرة، حيث تمكنت قوات سوريا الديمقراطية من تحرير قرى الهرموشية الكبيرة والصغيرة وقرية الكسرة وتل أبو فهد في محور الجزرات. أما في محور مرقدة، انطلقت من قرية عناد وتقدمت القوات حوالي 2 كيلومتر في المنطقة، وتمكنوا من تحرير 10 مزارع إلى الآن، حيث بقي لدخول المدينة حوالي من 3 إلى 4 كيلومترات تقريبا، وهدف هذه القوات الآن هي دخول مدينة مرقدة. أما في محور الصور، فقد تقدم المقاتلون أيضا جنوب المدينة وتم تحريرها بالكامل وتحرير قرية سعد بجوارها، والقوات الآن متوقفة عند جسر الصور. طيب روناك، يعني من خلال الأنباء وال ما تم الحديث معه ما بينكم وبين القادة الميدانيين، روناك ماذا يقولون فيما يخص أفراد داعش؟ هل هناك تسجيل لعمليات فرار؟ ماذا يجري بالتحديد؟ طبعا لا شك أن معنوياتهم سيئة جدا حسب القادة العسكريين. هناك الكثير من عمليات الفرار، حيث يتم يوميا قتل العديد منهم، بالإضافة إلى أسر العديد من عناصر التنظيم. يعني بإمكاننا القول أنه المعارك تسير لصالح قوات سوريا الديمقراطية، حيث أن داعش قواه في انهيار مستمر. طيب ماذا بالنسبة للمدنيين روناك؟ هل من حركة نزوح تم تسجيلها؟ هل من خطة لاحتواء المدنيين؟ نعلم بأن داعش يستخدمهم كدروع بشرية، هل من خطة أيضا وضعت لمحاولة إنقاذهم؟ طبعا المدنيين ايضا كما في كل مناطق سيطره داعش وضعهم سيء جدا، ويوميا ينزح المئات من الاسر تنزح من مناطق سيطره تنظيم داعش، بالاضافه الى مناطق سيطره النظام نحو قوات سوريا الديمقراطيه، حيث يتم استقبالهم ونقلهم الى مناطق امنه ومن ثم اخذهم الى المخيمات وتقديم مستلزمات اللازمه لهم. أشكرك جزيلا على هذه المداخلة معنا. إذن روناك شيخي مراسلة أخبار الآن كنت معنا عبر الهاتف من القامشلي، شكرا جزيلا لك.